ينضم إلينا من القاهرة عبر الهاتف اللواء محمد عبد الواحد، خبير الأمن القومي ومختص بالشؤون الإفريقية. أهلا وسهلا بك معنا عبر شاشة الغد. بداية، ما الذي يمكن أن يختلف في زيارة لجنة الإكواس هذه المرة على ما يمكن التفاوض في ظل الموقف المتشدد من الانقلابيين تجاه أي مساعي للوساطة؟ اهلا بحضرتك واهلا بمشاهدينك الكرام. هتبتدي الوساطات خلال الفتره القادمه تزداد، سواء دبلوماسيه او دبلوماسيه شعبيه او وفود ما بين الوفود من القبائل والعشائر المتشتته. نعلم ان هذه المنطقه لها حدود سياسيه وجغرافيه لكن ليس لها حدود اجتماعيه وثقافيه، فالقبائل اللي منتشره في جميع انحاء المنطقه الساحل معظمهم قبائل واحده ولديهم نسب ومصاهرة وغير ذلك، وده ليه الحقيقة بعد كبير في التشكيلة العرقية وبيغلب ساعات أحيانا على السياسة. لكن أرى أن هذا الانقلاب، أن الانقلابيون لم ولن يتخلوا عن انقلابهم ولن يقوموا بالإفراج عن الرئيس وعودته مرة أخرى إلى السلطة أو تفعيل الدستور، وإلا سوف يقدموا إلى المحاكمة. ولكن هنا أي مفاوضات مستقبلية يجب أن تتغير أو تتحدث عن العودة مرة أخرى إلى الدستور. يعني يمكن أن نتحدث عن فترة انتقالية يتم من خلالها الانتقال إلى النظم الديمقراطية من خلال انتخابات حرة وعمل دستور جديد، وزي كما حدث في بوركينا فاسو أو في مالي من قبل. أتخيل يعني هو ده موضوع اللي ممكن نتفاوض عليه خلال الفترة القادمة، وليس عودة النظام السابق. ليس عودة النظام السابق، ولكن برأيكم يعني الحل سيكون بعيدا عن التدخل العسكري؟ طبعا أنا تماما أستبعد التدخل العسكري لأسباب كثيرة جدا، أهمها أن الدول الإكواس نفسها غير جاهزة لعملية التدخل العسكري. عندما نتحدث عن الإكواس نتحدث عن أكبر دولة في الإكواس وهي نيجيريا، هي التي لها أكبر جيش في المنطقة ولديها معدات حديثة، هي الوحيدة القاطرة لديها حدود مشتركة مع النيجر. لكن نيجيريا لم ولن تدخل في هذا الصراع لأسباب متعددة، أهمها مرتبط بالزيارة اللي حضرتك تفضلت بيها، أهمها هو وجود قبائل الهوسة الموجودة في النيجر وموجودة في نيجيريا. نيجيريا والنيجر أكنهم دولة واحدة، تنتشر قبائل الهوسة ما بين البلدين، معظم الجيش في نيجيريا من قبائل الهوسة، ولاؤه للقبيلة أكثر من ولاؤه للوطن. فبالتالي من الصعب جدا ان الجيش النيجيري يخوض حرب ضد اهله وعشيرته في قبائل الهوسة من النيجر. هذا الامر قد يسبب انشقاقات داخل الجيش، دي نمره واحد. نمره اثنين، ان نيجيريا هترفض اي صراع داخل النيجر خلال الفتره، لان لديها الحقيقه مشاكل متعدده، لديها حروب ضد العمليات الارهابيه وضد الجريمه المنظمه، ولديها صراعات داخليه في 30 ولاية من أصل 35 ولاية، فكل ده يحمل شق كبير عليها، فضلا عن الشق المادي لكلفة الحرب، وكمان هي غير قادرة غير مجهزة حاليا للدخول في معركة. وبالتالي لاحظنا خلال الفترة السابقة أن مجلس الشيوخ في نيجيريا رفض الحل العسكري، لقينا أن خطاب الرئيس المنتخب الجديد في نيجيريا بدأ ينخفض، حدته بدأت تقل من الطلب الحل العسكري إلى الحديث عن مفاوضات وطرق دبلوماسية وخلافة. يعني تأجيل اجتماع رؤساء أركان إكواس للمرة الثانية برأيكم اللواء محمد، هل يعكس الانقسام حول التدخل العسكري أم له دلالات أخرى؟ نعم أتفق مع حضرتك. كمان البيان الختامي اللي هو قبل الإعلان عن لقاء مقترب، البيان الختامي للإكواس البيان النهائي ده بيعكس تراجع في حدة الخطاب الإعلامي تجاه التعامل. الإكواس حساباته كانت خاطئة منذ البداية عندما كان متشددا في خطابه وتحدث عن أهمية العمل العسكري. ربما لم يتوقع هذا الموقف من الانقلابيين المتشدد إلى هذا الحد. بالضبط كده فندم، بالضبط كده، هو فوجئ بثلاث أشياء مهمة جدا.
فوجئ اولا زي ما حضرتك تفضلتي بتشدد الانقلابيين، وان الانقلابيين دائما ما يصاعدوا من خطواتهم، يعني بدايه من رفضهم استقبال اي وفد دبلوماسي او غير دبلوماسي، وكمان وصولا الى تشكيل حكومه، فهم ضربوا بعرض الحائط كل ما يتحدث عن رجوع مره اخرى الى السلطه. اثنين كمان ان التغيرات على راس النظام الدولي كان لها تأثير شديد جدا على الإقليم، لقينا دول هي الأخرى حدث عملية استقطاب شديدة للإقليم للدول العظمى، فلقينا مواقف متباينة في المنطقة، معظم دول الجوار للنيجر ترفض التدخل العسكري، وهناك بوركينا فاسو ومالي بيرفضوا التدخل كمان، لا وأعلنوا إن أي تدخل يعتبر اعتداء عليهم. فهنا تأزمت المواقف. الجزء الثالث تحدي قبله الإكواس، وهو ظروف الإكواس الداخلية، إنه غير مجهز لعمل عسكري، كلفة الحرب عالية جدا، الجيوش بتاعته غير مستعدة لعمليات عسكرية في هذا الوقت، حتى وإن كان بعض الدول الغربية بيحسوا بيدفعوا ناحية العمل العسكري، لكن ليس لديه قدرات. كمان في انشقاقات داخل الإكواس نفسها ما بين مؤيد للعمليات العسكرية وما بين معارض لها، فبالتالي فوجئ أن هناك أشياء تحديات كثيرة تحول دون إتمام العملية العسكرية. أشكرك من القاهرة اللواء محمد عبد الواحد خبير الأمن القومي والمختص بالشؤون الإفريقية، شكرا جزيلا لك.